تعتبر تكنولوجيا المعلومات لإنتاج المنشآت الصناعية بالجامعات الجزائرية وسيلة أساسية لتعزيز العلاقة بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي. مؤتمر تدشين منشأة لإنتاج البطاقات الإلكترونية بمختلف أنواع الصناعات هي المبادرة الأولى من نوعها لتعزيز هذه العلاقة. نتابع. تدشين منشأة إنتاج البطاقات الإلكترونية لمختلف أنواع الصناعات بجامعة البليدة 1 في فرع التكنولوجيا الذكية كانت أول مبادرة بموجب عقد اتفاقية شراكة بين رئيس الجامعة محمد طاهر عبادلية وشركتين الجزائرية والأمريكية. de fabrication de cartes électroniques pour tous les types d'industries. Donc, كل انواع الصناعه الالكترونيه في الجزائر من التليفون بورتابل من التلفزيون من كل انواع. L'année passée, on a déjà signé le contrat entre nous et notre partenaire Universal, le groupe américain, et notre partenaire ici, Université Saïd Dahlem. Le projet, il est pratiquement d'installer une ligne d'insertion complète pour la fabrication des cartes électroniques. تدريب الطلبة على جميع المستويات وتكوينهم لاكتساب خبرة أكثر في مجال التكنولوجيا وكذا فتح آفاق سوق العمل للخريجين في المستقبل من أهم المحاور والامتيازات التي تم مناقشتها في هذا المؤتمر. About convention signing convention between system universal system company and Bomar company and also the university. Sir, what is the goal of this conference and the convention, and what is the benefits that can the students can have from this convention? نحن بصدد رفع الطالب لأعلى مستوى بما أننا نرى التطورات الجديدة في الجزائر سواء كانت طبية، عسكرية أو حتى الفضاء الجوي. هذه فرصة تسمح لنا بتوفير محاضرات ودروس في الجامعة لتكوين الطالب وتدريبه لكي يجد ما هو أفضل لمجالنا وكذلك للإنتاج الصناعي. pour leur contribution importante et qui va bénéficier beaucoup l'ensemble des étudiants au niveau du département d'électronique. منشأة إنتاج البطاقات الإلكترونية لن تكون هي الأولى والأخيرة. منشآت وأجهزة أخرى ستكون في خدمة الطلبة بالإضافة إلى فرصة تحقيق المشاريع والأفكار على أرض الواقع في مجال الإلكتروني حسب ما صرح به الشركاء في الملتقى.